ولد جورج يوسف الخوري في 21 من شهر تموز من العام 1950 في عائلة مؤلفة من ولدين جورج وبيير يوسف الخوري. والده يوسف صليب الخوري ووالدته أمينة جرجس مخايل. كان كل الناس يحبوه وهو يحب كل الناس لأنه كان مهضوم، يعني ما كان لعبه تقيل، ما كان يتقل على حدا، ما كان جوه خفيف مريح. تزوج من السيدة جنفياف جرجس إسحاق ورزق منها بثلاثة أولاد هم جوزيف سيزان وجورجينا. أولاده بالضيعة كلهم بيحبوهم، كلهم محترمين، ما حدا بيحكي لهم كلمة إلا كله بالخير وبالمنيح، كله بفضل جورج وبفضل مرته اللي قدروا ربوا هالعيلة الله يخلي لهم إياها. في شهر تموز من العام 1970 توظف جورج في شركة قاديشة، حيث بدأ مشوار عمله باندفاع وانضباط وروح إنسانية صافية. نال الاحترام من زملائه وفاز بالتقدير من رؤسائه. إجا اشتغل في المعمل بأوائل السبعينات مثل ما بتذكر، كان سلس ناعم خدوم من دفيا. زمانه ما صار في إشكال بيني كمسؤول معه، وكشباب بيشتغلوا زملائه صار إشكال، اضطرينا أنه ناخد تدابير أو إجراءات أو شيء، كله من هيدا ما حدث. ثم تطورت علاقة الزمالة إلى صداقة متينة ومحبة أخوية وعائلية صادقة، فكان الصديق الصدوق والجار الأمين المحب والخلوق. يعني كانت تربطنا الجيرة أكثر من الزمالة والتقاسم العيش مثل ما بيقولوا. عشرته كانت حلوة، عائلته كانت حلوة، وصلنا العاش سوا. كان يحب الصيد كثير. وكان من المفترض أن تستمر هذه الحياة العائلية هادئة لا يخرقها سوى صوت بارودة المحبة، فجورج كان مولعا بصيد العصافير. إلا أن طبول الحرب بدأت تقرع وبدأ ضجيجها يقترب كنعق غراب ينبئ بشر قادم من بعيد. سنة 75 دق الخطر على الباب والساحة صار بدها رجال. وكان الرفيق جورج من أول من أخذ المبادرة. 1975 دق الخطر على الأبواب يهدد الوجود المسيحي ويقطع أوصال الوطن، يرعب الشيوخ ويقطف الصغار، كل شيء رمادي، غبار ودمار، حرب أهلية وصوت احتلال قادم يقول لا مكان هنا لكم. سنة 78 قوات الردة العربية تحولت لقوات احتلال سوري وفاتت على ضيعتنا وهجرتنا، بس ما قدرت تلغينا. هذه بهمة صواعد رجالنا
وأولا جورج وبقيادة الحكيم. تحت وطأة الحرب وموجة التهجير والنيران السورية والفلسطينية، ترك جورج قريته وأصدقائه وعمله وأهله، وتهجر كالعديد من الشباب المسيحي إلى بلاد جبيل في حزيران من العام 1978. شئت الظروف بالأحداث الشمال أنه نترك الضيعة سوا مع قسم كبير من الشباب، يعني قسرة بسبب أحداث الشمال وبسبب السوريين والسوريين وكذا. مهم جينا لهون على المنطقة، جينا سوا والتزمنا سوا وظلينا ملتزمين سوا. على وقت اللي جينا هون جورج بطل جورج، جورج صار فرانكو. يا شعب بلادي صبر حاول حتى النهاية، انضم إلى صفوف القوات اللبنانية، فتحول جورج من صياد يطارد العصافير إلى فرانكو، الطائر المضطهد المؤمن بسماء هذا الوطن وترابه وبقضية الوجود اللبناني ونهج القوات اللبنانية التي انقضت بوجه الهيمنة السورية وطردت جيشها من الأشرفي والمتن وباقي المناطق الأخرى التي عرفت بالشرقية. صار فرانكو يعني طاغي على كل شيء، يعني من مسألة بالمنطقة هون فرانكو بيعرف أنه فرانكو مش جورج كولي فرانكو. وأصبح فرانكو صقرا من صقور هذه المقاومة، يطارد الموت مع رفاقه الأبطال، وحيث لم يجرؤ الآخرون يعيدون رسم خارطة لبنان بدمائهم، صارخين بوجه كل من سولت له نفسه التطاول على حرية وكرامة لبنان والمسيحيين. نحن هنا وهنا سنبقى ونستمر. جارنا أولاد لنا هوني قاعدين مع بعضنا سنين، ربينا هوني، ربينا مع بعضنا أكثر من أهلنا وأكثر من أخواتنا. وكان الحكيم يكلفوا بأشياء هيك مهمات ما ينام إلا ما ينفذها، بالفعل كان كتير كتير وافي. لم يتوانى فرانكو يوما عن مهمة أوكلت إليه مهما كانت شاقة. كان مثال المقاوم الملتزم الشجاع والوفي الصادق، ففاز بتقدير قائد القوات اللبنانية وبعلاقة مميزة برفاقه وبعدد هائل من الأصدقاء والمحبين. كنا على طول الجبهة الشمالية بالقوات اللبنانية، والكل بيعرف شو انطلب منا مع الرفيق جورج فرانكو، شو ينطلب منا ننفذ لحماية مواقعنا. ومن هداك الوقت كان الرفيق جورج خوري فرانكو له جولات وجولات على كل المواقع، وحصل على تقدير من المسؤولين تبعه وبالأخص الحكيم. مشينا شو كان ينطلب منا كنا نعمل، وجورج ما تأخر يوم أبدا عن التزامه. صار التزامه طاغي على عائلته حتى في أوج مراحل الاقتتال والانقسام المسيحي في حرب الإلغاء. عرف فرانكو أن المحبة لا تتجزأ ولا تنقسم. كان يعرف كيف يفصل بين ما يجري من أحداث وبين واجبه الإنساني، فواجه هذه الحرب بصلابة، مؤمن ومنفتح القلب. فتحول بيته الصغير إلى ملجأ لجنود من الجيش اللبناني ولكل من قصده في تلك المرحلة. جورج ما كان عنده هالتمييز، حتى كلنا سوا ما كان أساسا نحن هالتمييز بالأساس ما كان موجود عندنا. من هو هيك الإنسان اللي بيحكم على الباقيين من خلال أفكارهم أو من خلال تصرفهم؟ جورج كان عنده اللي بفوت داخل بيته صار هو صاحب البيت. كان في نقطة فصل بين إنه ونحن كان في خلاف، إنه مش خلاف، إنه في قوات وفي جيش. يفصل إنه هيدي الجيش في منه إنه بيحبنا ولا ما بيحبنا بغض النظر، كان نحن يعني يميزنا. كان هو ولا كان شباب الضيعة اللي كانوا موجودين بالقوات الأمريكية، كل إنسان كان عنده قرايبينه، هيدا عنده ابن عمه، هيدا عنده خاله، كانوا يفصلوا. وهذا اللي كنا نحن مرتاحين فيه، وكنا حاسين كأن ما في غربة عن بيوتنا نرجع فيها. أنا بحكيك عن حالي، أنه أنا كنت نايم عنده
باغلب الاوقات كنا عنده، لان ما كنا فينا نروح ولا كنا فينا نجي، الردع ما يخلينا. حس حالي انه ببيتنا بالفعل، ببيتنا وبالفعل انه ما نكون يعني مرتبكين انه في شيء خوف منهم او لا، بالعكس يعني صراحه كان مثل كانه عيش معنا، رايح بيجي معنا، بخدمتنا، على الخدمه يتصل فينا عادي جدا. منو؟ ابن عمي هون. يعني ما عندنا حتى نحن كنا، ولو يسالونا ضباطنا يسالونا، انا قلت له ايه ابن عمي هون مسؤول بالويت هون، كل الشباب هيك، هو وغيره من الشباب كلنا كتار. استمرت الحرب 30 عاما، واستمر اصرار فرانكو وايمانه بقضيته وبلبنان. كان وجهه يحمل تاريخا من النضال، وحضوره يبعث على الشعور بالاطمئنان والثقه. انا كنت وقت اللي التقي بجورج اطلع فيه، شوف بتقاسيم وجهه الكثير من صفحات التاريخ ومن الانجازات اللي عملها شباب لنا. كنت ارجع لفتره كنت انا فيها بعد صبي صغير عم بلعب، وكنت اتذكر انه كان في شباب من مجتمعنا نزلوا بدون دعوه وبدون ما حدا يحثهم، لا بل واجبهم وشعورهم بحماية المجتمع هو اللي حثهم للنزول على الأرض لحماية مجتمعهم. كنت بتذكر أني كنت ولد كنت مرتاح على أنه في وجود أبطال مثل جورج، كانوا على الجبهات، كانوا على الأرض لحتى يحمونا ويتركوا المجتمع يستمر، وهن اللي منعوا انه يدوب هذا المجتمع، يذوب هذا الوطن، وهني صنعوا الرساله اللي رجعت نحكى عنها لاحقا، واللي سمونا انه اللبنانيه عندنا رساله. فهني اللي صنعوا هالشباب، هني اللي صنعوا هالرساله. جورج ترك ضيعته وترك شغله، وايمانا بالقضيه يلي كل الناس تفرغت لها بهديك الاثناء ودافعت، ولولا من هالشباب يلي مثل جورج بفتكر كان وضع لبنان هلأ كان مختلف، وكان الاحتلال سيطر على البلد وما كنا رجعنا تأملنا بحرية. انتهت الحرب وهدأ صوت المدافع وتنفس الوطن الصعداء، فعاد فرانكو مع عائلته إلى قريته رشد الدين، وعاد إلى معمل كهرباء قديشة، ثم انتقل في أوائل عام 2005 إلى محطة كسبة، حيث استمر بالعمل هناك بروحه المرحة واندفاعه المعهود. نقل على محطة شكة بالأول، قعد كام شهر فيها، ورجع على محطة كسبة كفى لآخر وقته بالسنة القانونية، يعني يلي مرت قبل ما تخلص. جورج خوري كان زميلنا موجود معنا بالحرية من حوالي 10 سنوات، آخر فترة من عمره يعني بالشغل حوالي 10 سنين. كان زلمة هيك بيحب العيشة، بيحب الصيد، بيحب رفقاته وزملائه، كثير منيح وياهم. كان يحب يروح يجي هيك مرح، كيف ما حكيت معه كيف ما كذا تلاقي معاملته كويسة، تقدر تعيش معه يعني دوامه معك ما بتحس لك دغري مرة، لأنه هيك كان عطور عنده روح النكتة، تتسير أنت وياه تحس حولك كل النهار، وتحب بس بدك تحكي، بدك تكون منيح معه يكون منيح معك، كل أوقات دوام عملي بتحسه هيك دغري مرة، يعني من الصبح العشية ما بتحس فيه. لم يمنعه المرض من المواظبة على العمل حتى تاريخ تقاعده في أواخر شهر حزيران من العام 2014. كان آخر دوام تقريبا حوالي بأواخر حزيران، كان آخر فترة عمله كان بأواخر حزيران 2014، وترك شغل من هون، وكان هيك مبسوط، وكان ترك لنا أثر أنه الزلمة ما تحس فيه، يعني كل هالمرحلة هاي تحس وجوده خفيف. الحرب انتهت، لكن اضطهاد شباب القوات بعد حل الحزب استمر، ومسيرة النضال لم تنتهي، وفرانكو لم يتعب بعد ولم يستسلم، كان عنيدا بانتمائه والتزامه، مخلصا جبارا بوفائه حين ندر الوفاء. بس نتذكر فرانكو منتذكر الوفا والإخلاص والمحبة والالتزام بمسيرته، لأنه خلال كل الفترة اللي عايشها فرانكو كان ملتزم
100% بالقوات اللبنانية. كثير تبهدلنا، ورفيق جورج كان من المناضلين، يعني ما وقفت عمليته هون انه بس وقفت القوات، لبل كفة بعد ما انحلت القوات ضلينا على اجتماعات نحن وياه والرفيق أنطون الله يرحمه، ونضل كل ما بدنا نقعد نشرب فنجان قوي يطلبونا على التحية. فرانكو إذا كلفوا الشيخ بأي شغلة ما ينام الليل وما ينام النهار إلا تجيب الخبر اليقين. ما حدا بيقول إنه فرانكو إنه إنسان، فرانكو القوات، فرانكو القوات بيعرفوا إنه لبس الموضوع لبس ولبس. رافق أجيال القوات اللبنانية حاملا هم القضية بوجهه الهادئ وروحه الواثقة، فكان السند وكان الأب والأخ ونقطة الالتقاء في محطات الاختلافات الكثيرة. عطول يجرب ما يخانز على ما حدا، بس يعرف حدا زعلان روح تروح عند دلمي زعلان بنا الروضي، لا ما لازم نخليها. كان كثير يحب الالفة. لم يطمع فرانكو بمنصب ولم يطلب الكسب المادي، كان نضاله نابعا من إيمان راسخ متجذر في قلبه بالقضية. زرعنا بلادي استشهاد حصدنا حرين. عاد فرانكو ليستقر في بيته الكائن على مفرق البلدة الذي أصبح محطة لابد منها لكل محب وقريب وحتى للغريب العابر. واستعاد بعودته هوايته الأولى الصيد، فكرس الكثير من وقته لخلق غابة قريبة منه تجذب العصافير ليتمكن من ممارسة هوايته دون أن يضطر إلى التغيب عن البيت. فرانكو كان كثير يحب الصيد، كثير ضل قاعد عند هالدين البيت مين ما يمرق حول ضيعة كلها تحول عنده، ما كان عنده ولا عدو بالضيعة، كل الضيعة تشرب قهوة عنده وعدو عنده. وكان عامل بحد ذاته غابة حد بيته، يعني عامل منطقة للصيد مع انه كلنا نعرف حد بيته صحراء ما في شجرة، زرع شجر عمل خضار وزرع وحط يابس. هكذا اصبحت غابة فرانكو الصغيرة ملتقى الاصدقاء، لا يزال صدى الحديث والضحكات يتردد في هذا المكان، هنا المحطة الاحب على قلب عائلته. لم يكن فرانكو بالنسبة لأولاده أبا تقليديا، بل كان الرفيق والصديق والمثل الأعلى، وكانت عاطفته المرجع الأهم بالنسبة إليهم. أول شغلة بتذكرها أنه هو ما كان باي، يعني كيف ما كان باي، يعني يبقى رفيق صديق خي أكثر من باي. الباي اللي للولد بيعطي الهم شو بده يقله شو بده يخبره، صار معي شيء بدي أزع من بي لقوم يزعل مني ليقوم يعيط علي، يبقى عنده صراحة ومعودنا على الصراحة، يعني إذا في مشكلة بكل صراحة بنجي بنتناقش نحن وياه بفهمنا، كان رفيق. بالرغم من قسوة الحرب والتهجير والخطر الذي عصف بحياته، حرص فرانكو وجنفياف على حماية عائلتهما وتربية أولادهما في جو من الإلفة والحب والدفء، علمهم في أفضل المدارس. بأيام التهجير تعلمنا وعلمنا بأحسن مدارس، تعلمنا بمار يوسف الجبال وكان كل شيء مأمننا، ما حرمنا من شيء، مش لأنه تهجير وحرب وهيك، لا لا لا، يعني أنا بتذكر من صغرتي تصرت كبيرة ما حرمني من شيء، اللي بدنا إياه بيجبلنا إياه وزيادة عطينا أشياء زيادة. لم يضطر إلى تلقينهم دروس الحياة، فحياته كانت المدرسة الحقيقية، تعلموا منها الصدق والعفوية والأمانة وعزة النفس وحب الحياة، وكان اسمه الناصع مصدر اعتزاز دائم لهم. بي سماني جورجينا وأنا هلأ صرت بحب اسمي أكثر من قبل لأنه اسم بي بقلبه، بقى بي عطاني الاسم واسمه بقلبه جورج وجورجينا. رافقهم بقلبه وروحه وحكمته حتى أصبح لكل منهم عائلة، وكبرت عاطفته لتغمر الأحفاد، تعلق بهم وتعلق به
حتى أدنى غيابه قلوبهم الصغيرة وعذبهم سؤال: هل سيرجع؟ فرانكو لا يزال يحلم، يحلم بعد التقاعد من العمل أن يأخذ حبيبته ورفيقة روحه جنفياف في رحلة طويلة يزوران فيها كل المدن والمناطق الجميلة في لبنان. كان يحلم أن يسافر، ولم يعلم أن الموت كان قد سبقه إلى حجز مكان السفر. في لحظات الألم القاسية لم يتخلى عن إيمانه، استمر بحلم الحياة بالشفاء. اجي تحكي يقول لي: جورجينا، في حدا عم ينكذني، بكون نايم ما بلاقي إلا حدا نكذني ووعيت. حتى نزل من الضيعة أشخاص خبرهم هالخبرية، قال لي: قولك القديس مار شربل، قولك جاي يشفيني. كان بيأمن كثير بمار شربل وكان حاسس إنه مار شربل بده يشفيه. مرت سنتان والمعاناة تشتد، وفرانكو كعادته هادئ مبتسم، خائف ليس من الموت وإنما من قسوة الرحيل على عائلته. وكنا بنعرف ليش مرض، تعلم جورج ومرض سنتين، ضل عنده الحياة، ضل يحب الحياة، ضل يتصيد، كان مغول كثير بده يعمل اشياء، بس ربنا هيك قصر له عمره، اخر له عنده بكير. عند اشتداد نوبات المرض القاتلة كان يخاف أن يصرخ لألا يؤلم قلب زوجته وأولاده. أوقات يكون مرتاح من الوجع، يتثير ويحكي ويضحك، وحتى وقت يكون موجوع ما يبين للشخص اللي يكون موجود معه أنه هو موجوع، يعني يشد على حاله، يغني مشان ما يقول آخ، مشان ما يحسسنا أنه هو موجوع، يغني كالطائر المذبوح. كان يغني فيخنق غناءه أنين الألم. في لحظات الانتظار القاتلة كانت جنفياف ترفض أن تصدق ما تسمعه من الأطباء، لكن دوي الخسارة كان يقترب وأنفاس فرانكو المتهدجة تستحضر الحزن. آخر يوم كنت عنده بالمستشفى زرته لفرانكو، وكان كثير تعبان، حسيت عليه تعبان لأنه حاطين له 2 مكانات أكسجين يقدروا يعطوه، كان يتنفس عم بيختنق، كان عم بيختنق وبحالة وعي. مدامته تقول له: شوف مين في عنا، يتطلع ومن عزية الروح يقول لي: أهلا وسهلا، أهلا فيكي فرانكو، من الناس المحبين. أمي من الأساس، من نحن وكنا صغار إيدها وإيد بي بكل شيء. هلا آخر فترة وقت اللي مرت بي، أنا صرت حب، يعني أنا بحب أمي، بس صرت حبها أكثر قد ما شفتها، قد ما اهتمت ببي. مجبورة تهتم فيه، بس أمي بشكل فظيع، من أوضة النوم ما تطلع، يعني إذا غافة تحضر شو بده يتروق أو شيء وتحطه بأوضة النوم تيوعى لأي حدا، كل شيء هو واعي بي ما بتقوم من حده. حتى وقت راح بي على المستشفى شهر ونص ما فارقته أمي ولا ثانية، يعني كان واعي على كل شيء. حتى بآخر نهار قال لأمي: جنفياف قربي بدي بوسك توديك. لآخر نهار ضل واعي. اليوم سأرحل، لا تحزني وانتظريني في غابتنا الصغيرة، سآتي مع الشمس كل صباح، لا تبكي. وكان الرحيل. شخص كتير كان غالي على هالبيت، بيت فريد حبيب، وفرانكو خسارة كبيرة لقلنا، وإن شاء الله نفسه بتكون بالسماء.
وأنا هيدي بدها تكون رسالة للأجيال اللي بعده، ابنه أحفاده لكل الشباب، هيك بتكون القوات. بيكون خسرتوا صح، بس ربحتوا، ربحتوا شيء ما بيتمن، لا بيتمن بمال ولا بيتمن بأراضي ولا بيتمن بشيء. ربحتوا إرث، إرث من الكرامة، إرث من الإدمية، إرث من الأخلاق اتمثلوا فيه، وخليكم سيرة صالحة لألو حتى نخلد ذكر جورج، وحتى ضل جورج موجود بيناتكم وبيناتنا. وهيدي رسالة أنا بوجهها لجوزيف، بقول له جوزيف بيك بيك ترك لك إرث كثير مهم، ترك لك محبة الناس، ترك لك صيت بكل المجتمعات اللي مرق فيها جورج. جورج ما حدا بيحكي عنه يا عمي إلا كل شيء منيح. أعطاك إرث يا جوزيف، تصرف فيه على الإرث، تصرف فيه بعقل، وكون أنت جورج، كون أنت جورج بكل هالكلمة عم بقول لك إياها وعم بقصد فيها أنا تماما. افتح بيتك للكل، حب الكل، احترم الكل، والكل بنحترموك والكل بيحبوك. نحبه كتير 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 كتير، وكتير بدنا نشتغل. رحل فرانكو والكرسي لا يزال بصمت ينتظر، يملأه ضجيج الغياب.